أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب، طلاب الصف التاسع في دروس جديدة من دروس اللغة العربية. في هذه الوحدة عزيزي الطالب تتناول فنا من الفنون الأدبية وهو فن الرواية، حيث سندرس رواية الخيميائي وسنحللها من حيث العنوان والقضية التي تناولتها ورأيك في العمل الأدبي مع الربط بعبارة البحث، كما ستتناول مجموعة من القضايا اللغوية وبعض القضايا الكتابية التي ستطبقها وتطبق ما تعلمته من كتاباتك التعبيرية وأبحاثك في المشاريع التي ستقدمها. وكما قلنا عزيزي الطالب أن فن الرواية هو بأنها فن أدبي نثري طويل يعتمد في أساسه على الخيال، وهو نسيج تترابط فيه مجموعة من العناصر فيما بينها وفقا لعلاقات معينة وتسير ضمن تسلسل أحداث مدروس لوصف تجربة إنسانية ضمن إطار من التشويق والإثارة، تعكسه مجموعة من الشخصيات في بيئة معينة. وأيضا عناصر الرواية عزيزي الطالب، للرواية عدة عناصر نذكر منها وستتعلمها. موضوع الرواية، يقصد بموضوع الرواية الفكرة التي ستتحدث عنها هذه الرواية وتجسدها ويتم تصورها بشكل بسيط وأولي قبل كتابة الرواية، مثل طبيب شاب يعمل في مشرحة. أيضا الحبكة، وهي سير أحداث الرواية تصاعدا باتجاه الحل. أيضا من عناصر الرواية عزيزي الطالب الشخصيات، تعتبر الشخصيات هي محرك أحداث الرواية باتجاهها إلى الأمام، ومحورها الحوار وهو الصوت المسموع لأفكار الشخصيات والطريقة التي تتواصل بها مع بعض البعض. السرد، يأتي السرد على لسان راون، يكون حلقة الوصل بين القارئ والشخصيات. وأيضا كما قلنا أن هناك أنواع للروايات، روايات الغموض، روايات الرعب، روايات الخيال، رواية التاريخي والرومانسي والخيال الواقعي، كل ذلك في هو من فن الرواية التي هو عبارة عن فن أدبي نثري طويل يعتمد على أساسه على. أما أهداف هذه الوحدة عزيزي الطالب، يقرأ الطالب قراءة معبرة صحيحة، يفسر معاني ومفردات وتركيب جمل وأشكال تعبير ملائمة متنوعة، يكتب ويتحدث بأسلوب واختيارات لغوية ملائمة، يستخدم القواعد والنحو وعلامات الترقيم الصحيحة. ستتكامل موضوعات هذه الوحدة عزيزي الطالب عندما يقدم الطلبة صورا ورسومات توضيحية لأبرز المعالم في الرواية، مشاهد تمثيلية لموضوعات أيضا الرواية. أيضا ترتبط هذه الوحدة مع تكنولوجيا المعلومات من خلال المصادر التي ستعود لها أثناء البحث وعمل الوحدة، ومن خلال مشروع الوحدة الذي سيقدمه الطالب فهو يحتاج إلى جمع المعلومات وترتيبها بالرجوع إلى مصادر موثوق. مشروع الوحدة عزيزي الطالب، يكتب الطالب تحليلا أدبيا لرواية الخيميائي، مناقشة من خلاله قضية العمل الأدبي ورسالته، رابطا ذلك بجملة البحث، متوقفا عند إبداع الكاتب في توظيف الاختيارات الأدبية واللغوية. أيضا وهي مقارنة ومقابلة بين النص الخارجي والرواية من حيث الشخصية الرئيسية ولغة الكاتب. وكما قلنا عزيزي الطالب أن الخيميائي رواية جعلت كاتبها من أشهر الكتاب العالميين، راع أندلسي يدعى سانتياغو، مضى للبحث عن حلمه المتمثل بكنز مدفون قرب أهرامات مصر، وقد بدأت رحلته من إسبانيا مارا بالمغرب حتى بلغ مصر، وكان توجهه طوال الرحلة إشارات غيبية، وفي طريقه إلى الكنز أحداث كثيرة تقع تمنعه من متابعة رحلته إلى أن يجد الوسيلة التي تساعده على المتابعة. يسلب مرتين، يعمل في متجر للبلور، يرافق رجلا إنجليزيا يبحث عن أسطورته الشخصية، يشهد حروبا تدور رحاها بين القبائل إلى أن يلتقي الخيميائي عارف الأسرار العظيمة التي يحثه على المضي نحو كنزه، وفي الوقت نفسه يلتقي فاطمة حبه الكبير، فيعتمل في داخله صراعا بين البقاء إلى جانب حبيبته ومتابعة الرحلة بحثا عن الكنز. وهكذا تتلخص الفكرة لهذه الرواية بجملة قالها الملك لسانتياغو: إذا رغبت في شيء فإن العالم كله يطاوعك لتحقيق رغباتك. في هذه الرواية استعيد كويلو موضوع رحلة مغلولة منذ القدم، هل تكون أسطورتنا الشخصية اكتشافنا لحقنا في
السعادة أمامك. يصل الطالب في نهاية الوحدة إلى تمتع بصفات قيادية التي تقوده لحياة طيبة ومناقشة ثقافات مختلفة ضمن تعدد العمل المدروس. يمتلك الطالب في نهاية هذه الوحدة عزيز الطالب قيما عالمية مثل الهدوء، التحدي والاكتشاف. عليك أن تقيم فهمك لموضوعات الوحدة وتكتب فقرة تضمن إجابة على الأسئلة الآتية: ما هي الموضوعات التي درستها وتمنحك تعلم المستمر لمدى الحياة؟ ماذا تحب أن تضيف للوحدة من وجهة نظرك؟ كما قلنا أن هذه الوحدة هي وحدة الخيميائي، وأنها رواية جعلت كاتبها من أشهر الكتاب العالميين، وهو راعي أندلسي يدعى سانتياغو، مضى للبحث عن حلمه المتمثل بكنز مدفون قرب أهرامات مصر. أيضا بدأت رحلته من إسبانيا مارا بالمغرب وحتى بلغ مصر، وكذلك توجهه طوال الرحلة إشارات غيبية. أيضا وفي طريقه إلى الكنز أحداث كثيرة تقع تمنعه من متابعة رحلته، إلى أن يجد الوسيلة التي تساعده على المتابعة. يسلب مرتين، يعمل في متجر للبلور، يرافق رجلا إنجليزيا يبحث عن أسطورته الشخصية، يشهد حروبا تدور رحاها بين القبائل، إلى أن يلتقي الخيميائي عارف الأسرار العظيمة التي حثه على المضي نحو كنزه. وفي الوقت نفسه يلتقي فاطمة حبه الكبير، فيعمل في داخله صراع بين البقاء إلى جانب حبيبته ومتابعة الرحلة بحثا عن الكنز. وهكذا تتلخص الفكرة لهذه الرواية بجملة قالها الملك لسانتياغو: إذا رغبت في شيء فإن العالم كله في طاوعك لتحقيق رغبتك. في هذه الرواية يستعيد كويلو موضوع رحلة مولا في القدم، وهل تكون أسطورتنا الشخصية اكتشافنا لحقنا في السعادة. إذن عزيزي الطالب، بعد أن قمنا بشرح رواية الجزء الأول من رواية الخيميائي أو الوحدة الأولى من رواية الخيميائي، عليك أن يصل الطالب في هذه الوحدة لتمتع بصفات قيادية تقود لحياة طيبة ومناقشة ثقافات مختلفة، تعدد بيئات العمل المدروس. في نهاية الوحدة يمتلك الطالب يعني قيما عالمية مثل الهدوء والتحدي والاكتشاف. وعليك أن تقيم عزيز الطالب فهمك لموضوعات الوحدة وتكتب فقرة تضمن إجابة على الأسئلة الآتية: ما هي الموضوعات التي درستها والتي تمنحك تعلم المستمر لمدى الحياة؟ وماذا تحب أن تضيف للوحدة في وجهة نظرك عزيز؟ شاكرة لكم حسن استماعكم.